احكولي عن مشاكلكم الزوجية. اي زوجية بالضبط؟ انا خلاص بطلت اقدر اعيش معه. مرسيدس اكلت راسه. كيف يعني؟ مرسيدس كان بده يسمي بنتنا مرسيدس. لو سمحتي مرسيدس سي 200. حكي كله مرسيدس، لبسه كله مرسيدس. بالشغل، بالعراس، لما ازور خالتي، لما اطلع مع الشباب العب شده، كله مرسيدس. لا لا لا، الوضع خطير. اسمع، خد هدول الحبتين وبكره الصبح فورا بتنزل على البنك التجاري وبدون تردد تفتح حساب، راح تربح سياره مرسيدس سي 200.